الإعلام إلى فاضل، لا زالت التحديات متواصلة وإلى أشواط متواصلة. نبدأ وإياكم مع هذا الصباح ومع سن الثنايا ينطلق على بركة الله شوط الخامس الثنايا الأبكار للفئة العام من المسافة وهي 8 كيلومترات. من هنا من مهرجان جائزة الملك عبد العزيز لسباقات الهجن للنسخة 8 لعام 2023. ننطلق وإياكم مع الأسماء المندفعة في هذا الشوط الباحثة عن الفوز وعن الانتصار. نبدأ وإياكم مع المركز الأول ومع البداية ومع الصدارة من يتقدم وينطلق بشعار على المركز الأول. هنا من يتقدم شعار محمد بن عتيق بن شامس العامري مع انطلاقة سمحة ومع اندفاع سمحة مع المركز الأول ومع البداية ومع الصدارة. المركز الثاني وثاني التحديات هنا القادم والحاضر شعار أحمد بن سعيد بن أحمد بن دري الفلاحي مع انطلاقة الصباحية واندفاع الصباحية على المركز الثاني وعلى ثاني التحديات. هنا تتقدم الصباحية مع المركز الثاني بشعار بن دري الفلاحي المركز الثالث القادم والمتواجد مع المركز الثالث والحاضر بشعاره. في هذه اللحظات من يقدم لنا العروض ويقدم لنا شعاره هنا الواصل والمتقدم شعار عبد الهادي بن خليل بن منصور الشهواني الهاجري مع انطلاقة العبور ومع اندفاع العبور على المركز الثالث وعلى ثالث التحديات. ينطلق شعار الشهواني ليقدم لنا شعاره واسمه وانطلاقة هنا العبور على المركز الثالث المركز الرابع الحاضر والمتواجد من الجانب الأيمن والقادم في هذه اللحظات الوصول والانطلاق من قبل شعار. هنا يتقدم شعار سند بن محسن بن بخيت بن أحفيظ المزروعي مع انطلاقة غيوم ومع اندفاع غيوم على المركز الرابع المركز الخامس وخامس التحديات الحاضر المتواجد في هذه اللحظات الوصول من قبل هذا الشعار من بدأ يتسلل إلى المركز الرابع. هنا القدوم والانطلاق من قبل هذا الشعار القادم. وصل شعار في هذه اللحظات تقدم مبارك بن محمد بن ثاني بن قطامي السويدي مع اندفاع غاية ومع انطلاق غاية على المركز الخامس. إذن مشاهدين الكرام نعود وإياكم إلى الصدارة وإلى البداية وإلى المركز الأول من تنطلق وتندفع بهذا الشعار وتنطلق هنا بشعار. في هذه اللحظات وصلت الصباحية مع انطلاقة أحمد بن سعيد بن دري الفلاحي مع اندفاع الصباحية مع المركز الأول ومع الصدارة ومع البداية. يتقدم هذا الشعار ليقدم لنا الصباحية في هذا الصباح وفي هذا الشوط. يتقدم في هذا المهرجان باحثا عن الفوز وعن الانتصار وعن النماس في هذا الصباح. المركز الثاني وثاني التحديات المركز الثاني هنا شعار في هذه اللحظات بن شامس يتقدم محمد بن عتيق بن شامس العامري مع انطلاقة سمحة ومع اندفاع سمحة على المركز الثاني المركز الثالث القادم والحاضر علي بن سالم بن محمد بن سعيد الوهيبي مع انطلاقة تشريف ومع اندفاع تشريف على المركز الثالث. يتقدم ويقدمها لنا علي بن سالم بن محمد بن سعيد الوهيبي مع المركز الثالث. المركز الرابع هنا يتقدم وينطلق شعار عبد الهادي بن خليل بن منصور الشهواني مع انطلاقة العبور ومع اندفاع العبور على المركز الرابع. المركز الخامس الحاضر والمتواجد بشعاره في هذه اللحظات من يتقدم وينطلق هنا الوصول والانطلاق من قبل شعار. في هذه اللحظات يتقدم سند بن محسن بن بخيت بن حفيظ المزروعي مع انطلاقة غيوم باندفاع غيوم هذا الاسم المميز من تحتل غيوم المركز الخامس. المركز السادس الحاضر هنا وصل سعيد بن مسلم بن سعيد المنهالي مع انطلاقة الفائزة ومع اندفاع الفائزة. والمركز السابع الحاضر والمتواجد بشعاره القدوم من جلوي بن عبد الله بن فلاح بن سبعان
يتقدم مع أتعاب ومع اندفاع أتعاب على المركز السابع، يتقدم بن سبعان ليقدم لنا اندفاع وانطلاق أتعاب. ولكن مشاهدين الكرام العودة مجددا إلى المركز الأول، نعود إلى الصدارة إلى حيث ما بدأنا مع المركز الأول مع الصباحية. مع المركز الأول تنطلق لتقود السرب في هذه اللحظات أحمد بن سلطان بن أحمد بن دري الفلاحي مع المركز الأول. هنا يتقدم بن دري مع انطلاقة الصباحية ومع اندفاع الصباحية. أحمد بن سعيد بن أحمد بن دري الفلاحي باحثا عن الانتصار ليمثل أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة بهذه الانطلاقة الصباحية مع اندفاع الصباحية. من تقود السرب منذ الانطلاقة لحتى هذه اللحظات وهي مسيطرة تمام السيطرة مع المركز الأول. انطلقت الصباحية مع المركز الأول بشعار بن دري من يقدم لنا العروض الممتازة والأداء الكبير من قبل هذه البطلة. من تحتل المركز الأول؟ المركز الثاني القادم الحاضر محمد بن عتيق بن شامس العامري مع انطلاقة سمحة. أوصلت سمحة مع المركز الثاني. وصل شعار بن شامس من يقدم لنا إبداع سمحة مع المركز الثاني. وأيضا أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة حاضرين مع اندفاع بن شامس من يقدم لنا انطلاقة سمحة. أيضا القدوم من في هذه اللحظات أتعاب أجلوي بن عبد الله بن فلاح بن سبعان العجمي قادم مع انطلاقة أتعاب. وصلوا أبناء دولة الكويت قادمين بكل قوة مع شعار بو عبد الله من يقدم لنا اسم أتعاب على المركز الثالث وعلى ثالث التحديات. المركز الرابع القادم مع المركز الرابع والحاضر المتواجد بكل قوة من يقدم لنا في هذا الشوط اسم ويقدم لنا شعار هنا القادم. وصل سعيد بن مسلم بن سعيد المنهالي مع انطلاقة الفائزة تنطلق على المركز الرابع الفائزة حاضرة بشعار المنهالي. والمركز الخامس القدوم والانطلاق من علي بن سالم بن محمد بن سعيد الوهيبي قادم مع انطلاقة تشريف أبناء سلطنة عمان. سجلوا الدخول في هذا الصباح مع اندفاع تشريف من تحتل المركز الخامس. ولكن نعود إلى البداية، العودة إلى ركب المقدمة. الصباحية الصباحية الله على هذه الصباحية يا مالك الصباحية يا أحمد يا بن سعيد يا بن أحمد يا بن دري الفلاحي مع المركز الأول مع انطلاقة الصباحية ومع اندفاعها مع البداية ومع الصدارة. لا زالت تقود السرب هذا الصباح تبحث عن الفوز وعن جائزة هذا الشوط وعن هذه النقطة الغالية في هذا المهرجان لترسل السلامات إلى أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة مع اندفاع الصباحية مع المركز الأول ومع البداية. انطلق هذا الشعار المتميز في هذا الصباح شعار أحمد بن سعيد بن أحمد بن دري الفلاحي مع المركز الأول. وأيضا القدوم والوصول من قبل أتعاب هي الواصلة بكل قوة. هنا الجلوية بن عبد الله بن فلاح بن سبعان قادم بكل قوة مع انطلاقة أتعاب ومع اندفاع أتعاب من تحتل المركز الثاني. وأيضا القادم مع المركز الثالث الحاضر شعار محمد بن عتيق بن شامس العامري قادم مع انطلاقة سمحة على المركز الثالث. والمركز الرابع الواصل علي بن سالم بن محمد الوهيبي مع انطلاقة تشريف حضر التشريف على المركز الرابع. والمركز الخامس القادم الفائزة بكل قوة لسعيد بن مسلم بن سعيد المنهالي هو الحاضر بكل قوة. وأيضا القدوم من قبل عبد الهادي بن خليل بن منصور الشهواني مع العبور أبناء دولة قطر متواجدين بشعار الشهواني يقدم لنا العبور. ولكن لائحة الاثنين كيلومترات قطعنا الكثير فما تبقى إلا القليل من يتقدم لحتى هذه اللحظات.
الانتقالات. الصباحية مع المركز الأول، الصباحية والأداء 100 على 100 في هذه الأجواء. يتقدم أحمد بن سعيد بن أحمد بن دري الفلاحي مع المركز الأول، ولكن القادم مع انطلاقة تشريف علي بن سالم بن محمد بن سعيد الوهيبي قادم. أبناء سلطنة عمان غيروا مع المركز الأول، انطلق التشريف على البداية وعلى الصدارة وانتزعت، خطفت المقدمة تشريف، احتلت المركز الأول. القادم بن سبعان بكل قوة مع أتعاب، ولكن الله يا تشريف مع المركز الأول. الشهواني حاضر، العبور العبور من بدأت تعبر من مركز إلى مركز لتحتل وصافة هذا الشوط. انطلق عبد الهادي بن خليل بن منصور الشهواني الهاجري قادم بكل قوة، ولكن تشريف مع المركز الأول. العبور وتشريف، الصباحية وأتعاب، أربعة أسماء في موقع واحد، ولكن بقيادة أبناء سلطنة عمان، أبناء دولة قطر حاضرين، أيضا أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة حاضرين، وأبناء الكويت قادمين مع دقة أجراس الكيل. المتر الأخير، الكيلو اللي ما بعد كيلو. يا راعي تشريف، يا راعي تشريف، الله يا هذا الاندفاع، الله يا علي يا بن سالم يا بن محمد يا بن سعيد يا الوهيبي. يتقدم بشعارك يمثل أبناء سلطنة عمان، العبور قادمة بكل قوة، راقب الحاضر. وصلت التماس، حضرت التماس، ولكن تشريف، تشريف مسيطرة، والعصافير طان بدون أي أوامر تذكر لحتى هذه اللحظات. التماس قادمة، سعيد بن فلاح بن جابر الأحبابي قادم من مفرح خطير عند آخر الأمتار، ولكن تشريف، تشريف والتماس، التماس وتشريف. أبناء السلطنة محكمين القبضة لحتى هذه اللحظات، وأبناء دولة الإمارات العربية المتحدة غيروا مع المركز الأول. التماس خطفت النماس، التماس خطفت النماس عند آخر الأمتار. سعيد بن فلاح بن جابر بن مفرح الأحبابي، الأحبابي بطل هذا الشوط. تهانينا وألف مبروك على هذا الانتصار الموفق في هذا الصباح يا مالك التماس، بطل لا تقهر. تهانينا وألف مبروك يا الأحبابي على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني كان شعار علي بن سالم الوهيبي مع تشريف. المركز الثالث، المركز الثالث كان بشعار عبد الهادي بن خليل بن منصور الشهواني الهاجري مع العبور. المركز الرابع والخامس لحظات ونوفيكم، وأيضا مع التوقيت الزمني متابعينا الكرام، تهانينا ألف مبروك لمالك التماس على هذا الفوز والانتصار. تهانينا يا سعيد يا بن فلاح يا بن جابر يا بن مفرح يا الأحبابي على هذا الفوز والانتصار، وسلام يا أبناء دولة الإمارات على هذا الفوز المستحق في هذا الصباح. والتوقيت الزمني 13 دقيقة واثنين ثواني وعشرين جزء من الثانية. المركز الثاني كانت تشريف لعلي بن سالم بن محمد الوهيبي، والتوقيت الزمني 13 دقيقة 4 ثواني 38 جزء من الثانية. المركز الثالث العبور لعبد الهادي بن لعبد الهادي بن خليل بن منصور الشهواني مع العبور، التوقيت الزمني 13 دقيقة 5 ثواني 39 جزء من الثانية. المركز الرابع، المركز الرابع مشاهدين الكرام لحظات ونوفيكم مع المركز الرابع. إذن متابعين الكرام، المركز الرابع سعيد بن مسلم بن سعيد المنهالي مع الفائزة، والمركز الخامس كانت الصباحية لأحمد بن سعيد بن أحمد بن دري الفلاحي. تهانينا لمالك التماس سعيد بن فلاح بن جابر بن مفرح الأحبابي على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار.